سلسل الاغتيالات يعود من جديد، والضحية كالعادة هم الناشطون. آخر الاغتيالات هو الناشط صلاح البغدادي الذي اغتيل يوم أمس في منطقة بغداد الجديدة قرب سينما البيضاء، لكن هذه العملية استهجنها الناشطون كونها وقعت بالقرب من مرابطة للشرطة الاتحادية. وقال شهود عيان إن المجموعة التي اغتالت الناشط صلاح ستمر بدوريتين أو ثلاث في حال اتجهت إلى الكرادة أو بغداد الجديدة. في حين كشف مسؤول أمني عن قيام وزير الداخلية عثمان الغانمي باستدعاء الضابط المسؤول عن منطقة اغتيال الناشط صلاح العراقي لكشف ملابسات عملية الاغتيال، وأن الوزير وجه باستدعاء المقدم الركن عدير حومي المسؤول عن القاطع الذي شهد عملية الاغتيال. وتزامنا مع ذلك نشرت هيومن رايتس ووتش تقريرا وصفت به وعود رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بمجرد كلام ولم يفي بوعوده بشأن بعض القضايا المتعلقة بملف حقوق الإنسان. هل سترسم ظاهرة الاغتيالات صورة سلبية لحكومة الكاظمي أمام المجتمع الدولي، أم إنها ستقلب الطاولة على من يتمرد بسلاحه على الدولة؟